ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون تجربه الباليت بتاعت هدى بيوتي. انا طبعا جربتها قبل كده، هي فظيعه، وانا حابه اعمل حاجه كده تكون بيربل، مناسبه للتيشيرت اللي انا لابساه. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. رسمت حواجبي بالجل لاينر بتاع انستازيا. طبعا الخطوه دي عملتها معاكم كتير قبل كده، فعملتها اوف كاميرا ونضفت بالكونسيلر ده بتاع ريفوليوشن. هو فاتح شويه وانا كنت عايزه البيز يكون فاتح عشان الالوان اللي هنستخدمها فيها فواتح فعشان تبان، وثبت بالكومباكت باودر بتاعت فلورمار. هنيجي بقى للباليت القمر دي، هي فظيعه حلوه جدا. بصوا الواناتها، هاخد منها اللون ده، بالبراش دي من رشا خلف. الست ده كان عندي من فترة، بس هو حلو قوي، بس متهيألي ان هي وقفت تصنيعهم. بصوا بعمل كده في لون الاي شادو، تبقى الفرشة كلها في اللون. ليه؟ عشان لما نيجي نحط، لو الفرشة فيها جزء وجزء لأ، ممكن تمسح لي اللون بدل ما تحطه، فاهمين قصدي؟ ونفط كده وابدأ من هنا زي ما تعودنا، من بره لجوه، يعني من بره كده لجوه. بصوا البيجمنت بتاعها من اول مره، البيجمنت بتاعها خطير، حلوه جدا. بحركات دائريه كده وادخل لجوه. لما استخدمت الاي شادو فاتح، اللون بان. عشان كده لما تيجوا تحطوا الوان عايزينها فواتح في درجات معينه كده، لو بعيد عن البني، استخدموا البيز يكون فاتح، اكنكم بترسموا على، يعني زي ما بنرسم كده الوان على ورقه بيضه. الورقه بتبقى بيضه عشان الالوان تبان، ما تغيرش لونها. وطبعا نفضل ندمج بالطريقه دي. حسيت اللون قل مني شويه ازود، مفيش مشكله، فرشة دمج اكبر، وابدأ ان انا ادمج اللون زيادة عشان ما يبقاش محدد معايا. طبعا كل ما بنشتغل على مكان واسع كل ما بنكبر الفرشة بتاعتنا. اوكي بنات، وبعد كده هاخد الدرجتين دول مع بعض، الدرجة الموف الفاتحة دي والدرجة البينك الفاتحة شوية، هدمجهم مع بعض وحطها هنا. اول فرشة استخدمناها وابدأ ادمج اللونين مع بعض. بعد كده هناخد فرشة تكون فلات، وهناخد اللون اللي هو الجليتر الموف ده، اللي هو ده. بفرشة تكون فلات كده وهسحب من هنا. اوكي بنات، بعد ما حطيت اللون حسيت ان عايزه اغمق اطراف اللون عند الكريس كده، فهاخد اللون الموف ده وابدا اغمق بيه. بصوا الفرشه دي دقيقه شويه عشان يعني ادمج بيها في عند الكريس بالظبط.
بعد كده هاخد فرشة تكون بنسل وابدأ ادمج الخط الغامق اللي احنا عملناه مع باقي الالوان عشان يديني تدريجة، يا اما رايح جاي كده يا اما بحركات دائرية. الجيل لاينر بتاع كيكو النهارده هرسم اي لاينر. تعال نشوف هنرسم الوينج ازاي مع بعض. طبعا بالبراش دي بتاعت انجلوت اللي هي معوجه شويه، هبدا ارسم خط كده. شايفين يا بنات كسرة العين اللي هي الحتة دي اخر كسرة العين، هي دي حدودي في الوينج. ليه؟ علشان انا عيني مبطنة، فاهمين قصدي؟ الحتة دي يعني تعملوا كده عشان الكسرة تبان معاكم. شايفين الحتة دي؟ دي اخر حدودنا، هقفل بيها الخط اللي انا رسمته. بص رسمت الوينج ازاي بمنتهى السهولة. عايزة بقى اطوله شوية. وابدأ بقى بخطوط صغيرة اكمل باقي العين. النهاردة عشان عايزة اللوك يكون سوفت شوية وناعم مش هركب رموش، فاكتفيت ان انا اعمل سموكي. هو يعتبر سموكي بس يعني لايت كده خفيف، والخط الايلاينر يبقى محدد العين شويه. وطبعا هنستخدم ماسكاره. ليه بمشي خطوط صغيره؟ علشان لو مشيت خط مره واحده ممكن يفضل مش خط مستقيم، يبقى كده معوج. فعشان كده بنمشي خطوط صغيره، وطول ما العين مبطنه يبقى الخط اللي هو الايلاينر اللي فوق العين يبقى رفيع جدا. اوكي بنات، بعد ما خلصت ميك اب العيون هاخد المرطب ده من كيو في وارطب بيه بشرتي. اوكي بنات، بعد ما حطيت المرطب واستنيت البشره تتشربه شويه، خدت الكونسيلر ده الغامق من لوريال. هكنسل بيه اي حاجه غامقه عندي. استخدم الفاونديشن ده من جوفيوس بليس. هبدأ اوزعه بالبراش دي من عند عهود. البراش دي تحفة في توزيع الفاونديشن والكونتور وكده، تجنن. بعد كده هاخد اللوس باودر من فيت مي ميبيلين درجتها 20. اوكي يا بنات، بعد كده هستخدم الكحل ده من ديبورا لونه اسود. اوكي بعد كده هدمج الكحل الاسود بلون يكون غامق، هاخد اللون الموف ده الغامق بفرشة تكون مبططة صغنونة كده. اوكي بعد كده هاخد الفرشه البنسل دي واخد لون اللون ده مع اللون ده. وفرشة بنسل اكبر هاخد اول لون استخدمناه خالص.
يبقى نفس الالوان اللي بنستخدمها فوق هي اللي بنستخدمها تحت يعني، بس طبعا تحت بيبقى الاغمق هو الاول. بعد كده هستخدم الماسكارا دي من اسنس اسمها لاش برنسس اللي لونها اخضر، ان هي في منها 3 الوان. كده هاخد باليت الكونتورنج دي من ارديكو وهاخد الدرجه دي بس مش شفايفي بالقلم ده من فلورمار. وهستخدم الجلوس ده من كيكو درجته 120. بعد ما ظبطت الجلوس بص بقى في تريك كده معينه بحب اعملها بالكونسيلر في النص، وبعد كده هاخد الهايلايتر بتاع Forever 52 كده. اللوك بتاعنا يكون خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا، وما تنسوش تكتبولي في الكومنت حابين اعمل ايه لوكات جديدة والوانات ايه، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.